إذن وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله خلال مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد النواب الذين وقعوا استمارات تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي 546 نائبا من أصل 595 نائبا. إحنا 546 نائب وقعوا استمارات الترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايز أقول لحضراتكم ان 546 نائب من تيارات سياسيه ومن هيئات برلمانيه ومن احزاب مختلفه. نواب ائتلاف دعم مصر عددهم 370، يعني معناها ان احنا بنتكلم عن عدد بالظبط 171 نائب من خارج ائتلاف دعم مصر. وعلى فكره ائتلاف دعم مصر يضم بين عضويته عدد 6 هيئات برلمانيه.